السلام. بشوف سيلبرتيز في الفيديوز بيعجبوني، حبوبين، لطاف، حلوين، بيعرفوا يلبسوا، بيعرفوا يحطوا ميك اب، بيعرفوا يسووا شعورهم. That's nice. لكن هل هذا ممكن يعمل لي أنا حياة؟ ممكن يعطيني شوية ثقافة في إنه كيف الواحد يحط ميك اب، كيف الواحد يسوي شعر، كيف يكون عنده different styles. لكن مش هذا اللي بيعمل حياة. أنا السليبرتيز حقوني اللي قرأت عنهم واللي كان عندي شغف إنه أعرف عنهم أشياء زيادة، وإنه أبحث في أخلاقياتهم، صفاتهم، وإنهم كيف قدروا يوصلوا لهذه المرحلة من الثقافة، من الفهم، من الإدراك، من التعامل مع الحياة. أنا تخصصي إنه بساعد الشخص إنه جسمه يساعده إنه يدخل هذه الحياة ويعرف كيف يتعامل معاها، جسمه من ناحية الذبذبات اللي فيه والأحاسيس اللي فيه. شخص مثلاً مر بأزمة نفسية ما هو فاهم إيش أسبابها، إيش عوامل جذبها، ليش جات له المصيبة دي أو ليه جيب مصايب، ليش ما عرف نفسياً يتعامل معاها، ليش استمر إنه يجذب الموضوع هذا. أسئلة كتير. هذا تخصصي، ميتافيزيكس، ميتافيزيقا، ما وراء الطبيعة، ما وراء اللي العين بتشوفه. فأنا حسيت إنه أو أدركت من خلال دراستي إنه هدول الناس اللي هتكلم عنهم، هدول ما سيلبرتيز، كيف قدروا يستمروا ويعيشوا في الدنيا هذه وهم سعداء وهم مرتاحين. هتكلم أول شيء عن سيدنا إبراهيم عليه السلام، كيف قدر يوصل لمرحلة إنه يستسلم تماما، لدرجة إنه مرتين هو استسلم. مرة لما ترك زوجته هاجر وابنه إسماعيل اللي طلعت عينه بعد ما جاب الابن هذا، تركهم لحالهم. والمرة الثانية لما كان يبغى يذبحه. إيش الاستسلام ده وإيش سره في إنه الواحد ساعات كذبذبات محتاج إنه هو يستسلم. You go with the flow، تمشي مع تيار الحياة، لأنه هي ساعات بتاخدك للطريق اللي أنت تبغاه. متى مسألة الاستسلام هذه بتكون؟ لما الواحد يحس إنه عمل كل اللي عنده، ما عاد هو قادر، هو ما عاد عنده الإرادة. صحيح إن الواحد هو المسؤول دائما عن كل حاجة بتحصل له، حتى الشر اللي بيجيه هو مسؤول عنه. في مواقف معينة الواحد لازم يستسلم. متى؟ لما يحس إنه ما عاد في إيده يعمل حاجة، ما عاد عنده القدرة يسوي أي شيء، استنفذ كل الأشياء اللي ممكن يعملها وخلاص stop. هنا يفتح clicks إنه you have to stop وامشي مع التيار. كل اللي تسويه في هذه المرحلة إنه تضبط النية، القلب، لأن القلب بيطلع ذبذبات، بتجيب الخير، بتجيب ناس طيبة، بتجيب ناس تساعد. والدعاء، الدعاء أساسه النية، والنية في القلب، القلب يطلع ذبذبات. الواحد ليش بتلاقي كل الكون بيتغير حول شخص لما بيدعي بيقين، لأنه ذبذباته بتتغير وبتصير مركزة في هذا الدعاء، بس من غير احتياج. النقطة اللي كانت عند سيدنا إبراهيم إنه الله يبغى يعلمه إنه ما يتعلق، كان عنده تعلق شديد. زي برضو سيدنا يعقوب،
كان عنده حاجتين، كان عنده التعلق في ابنه يوسف اللي ياخذ العقل مادر سيلبرتي، وكان عنده مسألة انه يفرق بين الاولاد. تفرق بين الاولاد دي حاجة جدا سيئة، الواحد من غير ما يحسها يلاقي انه في عنده طفل يفضل على الثاني. لازم الواحد يكون مدرك واعي، لانه مش ذنب الطفل الثاني هذا انه انت بتفضل الثاني عليه. لازم يكون في عدل، لانه عدم العدل بيسبب مشاحنات بين الاولاد زي ما شفنا في القصه حق سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب، وبيصير في ضغائن، بيصير في انه في الاخر يمغلبوه ويبهدلوه اللي حصل. نجي على السليبرتي سيدنا يوسف عليه السلام، كيف انه برغم انه تبهدل وترمى في بير وباعوه بثمن بخس، يعني بني ادم بيتباع وهو ولد شيخ قبيله، يعني تشوف قد ايش نفسه انكسرت، وراح اشتغل. لكن في النهايه لما جات له فرصه انه هو يغلط، راى برهان ربه، يعني حاطط الله بين عيونه. يعني الواحد الدنيا الان بتقول انه اغلبها انك لازم تاكل اخوك، انك لازم تكون شراني عشان تاخذ حقك، انك لازم ترفع قضيه على فلان، انك بس هي مش كده، هي مش كده ابدا. لانه مش بالغلط، يعني في مقوله يعني انجلش تو رونجز ما يعملوا وان رايت، غلطين ما يعملوا صح ابدا. ميزتهم كانت إلى الآن بتكلم عن سيدنا إبراهيم وسيدنا يعقوب، يعني جابوا مقتطفات كده لفتت نظري، إنه استمرارهم على الصح، استمرارهم على الفطرة الطيبة والنقية، وإنهم يعملوا الشيء الراقي. يعني ما ضعف مع امرأة العزيز سيدنا يوسف، في آخر لحظة بعد أكلها أوكي دخل السجن، بس لأنه هو طلب، لأنه قال يا ربي بعدني عن هدول اللي ممكن يغروه، اللي ممكن يخلوه يغلط. شاف أنه أفضل أنه هو ينعزل، ومع انعزاله هذا بدأ يشوف الرؤى، بدأت تجيله ذبذبات جديدة. دائما أنه الواحد يعني دائما في موضوع الذبذبات ان الواحد يلوم حوله عالم، اي عالم، هذا شيء مش مظبوط. يا اما يكون الشخص الاشخاص اللي حول الشخص انه يدعموه ويزودوا له ذبذباته هذه للخير، يا اما بلاهم زي ما سوى سيدنا يوسف، اختار ان هو ينعزل زي سيدنا ابراهيم لما كان ينعزل لحاله ويتفكر ويتدبر. لما شاف الشمس قال انه هذه ربي، لا. لما شاف القمر قال هذه ربي، لانه بروحه انه بالنسبه له الله موجود، لكن ما يختفي بالطريقه دي. هذه كلها زودت له ذبذبات ثقه في نفسه وفي جسمه، ذبذبات اليقين، ذبذبات السلام، ذبذبات الهدوء، ذبذبات الثقه، الكاريزما. وخلته لما ينزل النار حتى لسعت لسعته، الذبذبات هذه، الذبذبات الخير دائما، الذبذبات الايجابيه والخير بتكون اقوى كثير، يعني في اكثر انها تكون اقوى من النار انها ما تحرق. وسيدنا يوسف نفس الشيء لما اختار انه هو ينعزل، وحتى كلهم انعزلوا على فكره، حتى الرسول محمد عليه الصلاه والسلام كان ينعزل في غار حراء. العزله هذه بتشحن الشخص ذبذبات ايجابيه و ذبذبات قوه وثقه، لما بتكون ذبذبات خيره. كيف اقدر افرق؟ لما تكون في افكار شيطانيه معناها انا مش منعزله الخير، او اني اخذ او اشحن نفسي بذبذبات خير.
أوقفها. الواحد بيعرف الحق بين والباطل بين. خلي الواحد خليك واعي عشان تستفيد من إنك تقعد لحالك شوي. هو الواحد بطبيعته لما يتضايق من شيء ويقعد لحاله شوي، بس مش عشان يشحن نفسه أفكار سلبية وأفكار شيطانية وممكن توصل لدرجة الانتحار، لا سمح الله، لا، عشان يشحن نفسه من الخالق كل هذا الثبات إيجابية، إنه في فرج، إنه يزود اليقين إنه الله موجود، فالله معايا. الثبات كلها بتزود الجسم شحنات رائعة، بيقدر الواحد إنه يكون بعدها قوي وتزيد قوة، وبيقدر يعمل أشياء خارقة. الأشياء الخارقة هذه مش معناها إنه عشان سلطة تزيد أو لا، عشان الخير يزيد، عشان أساعد الناس أكثر وأساعد نفسي أول شيء. طبعا لما وكيف إنه سيدنا يوسف لما استمر على الصح واستمر على إيمانه وعلى يقينه، معناها الاستمرارية في شيء صح وشيء كويس بتوصلني في النهاية شيء رائع، الفرج اللي جاءه. كلهم جاءهم فرج. سيدنا يعقوب، سيدنا يعقوب عليه السلام جاء الفرج وشاف ولد يوسف، مش بأنه عمل أشياء غلط ولا نفس غضبه في أولاده أو لا، فضل هادي ورايق. صحيح إنه انعمى من الحالة النفسية اللي كان فيها من كثر البكاء، لكن في النهاية فضل عرف إنه الهدوء واليقين، وإنه يسمع لأحاسيسه، إنه يسمع للي بيقول له هو رب بالعزلة حقته، هذا الشيء اللي حيفيده. زي سيدنا إبراهيم اللي فاده عزلته وتفكره وتدبره والشحن اللي شحنه لنفسه. سيدنا يوسف استمر يمشي على الصح وبدأت تجيله فتوحات بالعزلة حقته، بأنه يقدر يفسر الرؤى، ولدرجة الفرج اللي جابه، لدرجة أنه استؤمن على خزينة الدولة وصار له مقام منصب مهم جدا. الواحد لما بيمشي على الصح في النهاية بيوصل، اوكي، ما بيوصل بانه اخذ الدنيا على قول المصريين كده هو، ما ينفع. اللي بيوصل اني شوية صبر شوية هدوء واستمر استمر استمر واصبر الصبر الجميل اللي هو اللي انا عارفة إنه استمراريتي هذه على الصح توصلني في الآخر لشيء رائع. والعمل يعني ما وقف في مكانه وقعد يبكي وقعد ينعي وقعد يشكي إنه هو كيف تشرد وإنه هو تبهدل 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 سيدنا يوسف حبيب قلبي، لكن جماله هذا ما سخره في أشياء إنه يجذب فيها بنات ولا يستمتع فيها، بأشياء هو إحساسه فيها ما هي مظبوطة. الحرام دائماً الواحد يحس في قلبه إنه مش مظبوط. سيلبريتي تانية، سيدنا عيسى السيد مريم، لما سكتت 3 أيام، إيش اللي يعني تخيلوا واحدة عايشة بعفة ومنعزلة ولدرجة ان ربي بيرزقها حق الصيف وهو وقت شتاء وإنسانة عابدة وبتحب ربها كثير، فجأة تلاقي نفسها حامل ما هي فاهمة ايش الموضوع ومتهمة بشرفها. أنا بالنسبة لي this is the amazing celebrity. فضلت ساكتة وفضلت صابرة إلين ما الله برأها. هذا هو الشحن، الشحن. نعم نعم كاش نعم بذنب. هذا هو الشحن الإيجابي، إنه هي عارفة الله ما حيضيعها،
وذكرى الآن في العالم كله. سليبرتي تاني سيدنا عيسى كان يمشي حافي على الأرض، عشان كده سموه المسيح، يمسح الأرض. كان رجوله دائما ذبذبات الجسم بتتوازن لما الواحد يمشي حافي على الأرض، كل الأرض بتسحب كل الذبذبات السلبية من الجسم. وكان عايش على ورق الشجر، يأكل من الشجر ويأكل حبوب. اللحوم بتخلي الواحد شوية أثقل روحانيا، عشان الواحد روحه تشف أو تصير أرقى شوية يوقف اللحم شوية. يعني إحنا بناكل طبعا لحوم، الله مسخر لنا هي، الواحد يأكلها بس مش يوميا ومش دايما، مرة في الأعياد مثلا. اللحم بيخلي الواحد شوية أجرسل، يعني عنيف. عدم أكلها بيهدي الواحد وبيخلي روحه شافة أخف، فبتجيله فتوحات كتير. فتوحات بمعنى إنه ممكن يشوف رؤى، ممكن يحس أكتر باللي حوله، يحس بالأجواء اللي حوله، الذبذبات بتصفي أكتر، ذبذبات مجرى الجسم لما الواحد ما يأكل كتير لحم. هدول السليبرتيز حقوني اللي أنا، سيدنا موسى ذبحني، يعني كتير حليم سيدنا موسى، جبروت رائع كيف إنه تربى وإنه في قصر، مش أي قصر يعني، وكان عنده لبس وكان عنده عضلات وكان عنده جسم وكان عنده شكل حلو برضو، لأنه كلها هذه أشياء لكجري. تخيلوا كيف شخصيته، ويجي في الآخر يدافع عن أهله، يدافع عن قبيلته شاول سيل مرة من المرات، ويوكز واحد كده بخصره ويطب ساكت يموت. وهو بكل الهيلمان هذا يجي له واحد ناصح يقول له انتبه ترى هيمسكوك، فالمسكين خاف وهرب. كلنا نخاف، كلنا فينا حتة الخوف هذه، بس نعرف كيف نقننها، نعرف كيف نتعامل معاها. ما في أحد من هدول السليبرتيز أنا بتكلم عنهم ما خاف. رسول محمد عليه الصلاة والسلام طلع جري، طلع بعد ما قعد سنتين ممنوع عن أكل وشرب وفي الخلا مسكين، وطلع أهله، هو بعد كده طلع سيدنا أبو بكر. بس إيش في النهاية؟ صبر، في دعاء معين قالوا ذبذبات، ما قدر اللي كان لاحقه اللي هو صراقة إنه يلاحقه أو يكتشف مكانه لما كان في الخار. ذبذبات ويقين، ذبذبات في القلب، ذبذبات خير. ولما صبر وطلع ومشي وراح للمدينة، شوفوا الفتوح اللي جاني، عوض مادي على نفسي على جماعته أهله. يعني دائما الواحد، أرجع أقول الواحد بيستمر على الصح بيلاقي في الآخر اللي هو يبغاه، بس المهم يستمر. طبعا زي سيدنا يوسف في الآخر شاف سيدنا يعقوب. اللي أبغى أقوله إنه في ذبذبات خارقة، يعني روح سيدنا عيسى من أسلوب حياته قدر يمشي على الموية، قدر بإذن رب طبعا يشفي المريض الأبرص، بس هذه كلها دلائل إنه في ذبذبات ما وراء الطبيعة، إنه الواحد يبغاله يدركها ويسمعها ويلتفت لها وينتبه لها. وإذا كان انترستد في حاجة زي كده إنها تنمي شخصيته وتنمي نفسه وروحه، لأنها أشياء بتبعث في النفس الراحة، يعني بتفهم الشخص أشياء ما هو فاهمها. مو كل حاجة في الدنيا منطقية، مش كل حاجة في
الدنيا زي ما أنا بشوف، في أشياء وراء الطبيعة. أنا هدول اللي أعتبرهم سليبرتيز بالنسبة لي، واللي أبغى أعرف أكثر وأكثر عنهم عشان أفهم كيف الواحد ممكن يرتقي بروحه وبنفسه ويقدر يكمل الحياة هذه براحة بال وبهدوء نفس وبثقة في الخالق. لأن الثقة في الخالق هي اللي بتبعث في, في, في النفس الثقة واليقين، فالواحد يرتاح وبيهدى ويستمر، لأنه هذه حياة لازم نعيشها. أنا بنعيشها لأنه جاتني فرصة إني أعيشها، فأعيشها صح. سلام.